الأعراب، رح نعرب الجملة التالية: نحن الواقفين على خطوط النار. نحن دائما مطالبون بالتعليل النحوي في الامتحان، يعني ما لازم أقول أكل فعل ماضي وأسكت، لازم أقول أكل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. هذا إشو إذا كانت ظاهرة، أما إذا كانت مقدرة فلازم أذكر هالشي وين؟ بورقة الامتحان. وهلا مين بيعرب لي جملة نحن الواقفين على خطوط النار؟ نيرمين. نعم استاذ. قربي لي لأشوف. نحن الواقفين على خطوط النار. نحن ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. حلو. طيب الواقفين؟ هلق الواقفين شو بدها تكون هاي؟ الواقفين خبر. خبر؟ لو كان الخبر كنا قلنا الواقفون وليس الواقفين. نيرمين لا تشردي مرة ثانية وخليكي معلها. الفحص الأسبوع الجاي، وأنا كرم أخلاق مني عم راجع معكم. حاضر أستاذ. يلا شوف خبر واحد قاعد مين بيعرف؟ فرجودي رفع الأيادي. غادة يلا عربي لأشوف. ليش ما أنك ما تنتبهي على المراجعة؟ الله بعرف نص الدرس بلاقي حالي مع أحلام. كيسي الأحلام ها؟ إيه بس مو بالدرس. هلق بالدرس ولا بضيمة؟ بالله المطق قلبي. صحيح هو آخر يوم بس طق قلبي ماني مصدقة إمتى يخلص. حضرت مني؟ حضرت يعني باليوم ما أقرالي هيك شي ساعة. بس ساعة؟ يقطعك الله، كيف بدك تنجحي؟ شو شغلي بدها بساعة؟ خلص ساعة. قد أنا بقرأ 5 و6 ساعات قد ودعبني ما أفهم. لأنك تصي تصي؟ إيه بكرة منشوفك عبقرية زماني. ماني عبقري ولا شيء، أنا أبدي علامات، المهم أنجح وبس. ست الله لا يضيعنا تعب، ليه فوت نروح على الصف. قومي أهلا. نيرمين جيبي شنطتك تعي لهون. أمعي شنطة. تعي لهون. طالع باقي الدخان. سمعتيني ولا لا؟ ده دخان شو؟ طالع باقي الدخان أحسن ما أطالع أنا. ها وحق الله معي. ولك لا تعرفي
سعاد تعي لهون. فتشي لأشوف. ايش هي؟ كبريتي. فهمان بطيخة الزفت كبريتي. بس ليش شيلتيها معك؟ مشان شعل الغاز ببيتنا. مشان شعل الغاز؟ شوفي بتروحي على البيت وبتجيبي ولي امرك، وممنوع تفوتي على الفحص اذا ما جاوبوكي. ولا شو تجيب ولي امري؟ مشان شقفه كبريتي كانت معي بالجيبه؟ مشان دخانك الزفت بالحمامات. انا ما كنت مدخن بالحمامات، واللي قالت لك كذابه، وانا مش قد اني واجب نص عينا. نيرمين تفضلي اطلعي لبرا وجيبي ولي امرك، لانه انا متاكد انك انت عم تدخني. رحت على الحمام وشميت الريحه. بس انا ما دخنت، ما دخنت. سعاد شمي لي تمه لاشوف. ها في ريحه دخان ولا لا؟ ها في شيء بالمره؟ ما في شيء. ما بجوز يا استاذ، هيك عيب. ما بجوز؟ طيب روحي جيبي اغراضي واطلعي لبرا. اطلع. ليش رجع بكي؟ عجبك استاذ المدرسة المحترم، ولك ما يتحرش بنتك. شو؟ مثل ما سمعتي. لك يا امي الله يخليكي، انا ابقى اروح على مدرسة فيها استاذ ازعار. ولك شو ما تقولي، مين يتحرش بيكي؟ استاذ فارس الكر قال شو؟ ولك بده يبوسني. وشحارن والله يا أمي، ولك صار له شهر ما يضايقني وهنا متحملي. قلت لحالي بكرة بيزوق على دمه بيستحي على حاله، بس سخنت كتير. ولك شو سوى؟ قليلة عمل تمثلي. قال شو؟ قال أنا ما بيع أغراض للبنات، علوك ودخان وأبعرف شو. علوك؟ ولك إيه؟ قال فتلك عصف يا أمي وعيط لي سعاد وخلاها تفتشني. ايه وعودي؟ عودي فتشتني ولقيت معي كبريتي هيدي بشعل فيها الغاز. قال شو؟ قربوا بده يشم تمي. بالله بظني كان سكران. سكران؟ ايه، ولاني ما خليته يقرب علي. قال شو؟ بتفوتي على المدرسة تجيبي ولي أمرك. ولا شو بده يشم تميك؟ قال مشان يثبت للبنات اني مدخن ويبري حاله، لاني عرف اني قلت لرفقاتي شو سوى بالفرصة. لك يا ابني شحشنيك كيفك بقى؟ ولك مو عيب؟ ولك مو عيب بيطلع قد بناته وبيعمل فيه هيك؟ يا بالله تخلي بيك يلعن أول خلفه. علوك لك. ودخان قال عارف.
خير يا سعاد؟ في شيء؟ مروان روح لنا وارجع بعدين. حاضر استاذ. لا لا بخلص لسا. طيب حاضر استاذ. الله معك. بدي يعني ايش بدك؟ ليش متوترة؟ ايش بدك احكي؟ والله مشان نرمي. لازم تتربى لانه لا دروسها نافعه وكمان عم تدخن وتتزعرم وهذا السن خطير خطير كثير ولازم نحط اهلها بالصوره. والله بيي اذا عرف لك يكسر لها راسها ولتصير مشكله طويله عريضه قد يمكن يمنعها تجي على المدرسه. مو لهالدرجه استاذ وحق الله لهالدرجه واكثر. انت بتعرفوا لابو عادي هذا واحد عصبي واخلاقه براسي من اخيره. الله يوفقك ويخليك، خليها ترجع تداوم بكره وعلى مسؤوليتي ابقى تكرر. الله يخليك يا سعاد. يا سعاد يا بنتي ما في شيء بتخبى بالضيعه. هلا اي وحده من البنات راح تحكي لاهلها والكل راح يعرف انه نيرمين كانت عم تدخن بالمدرسه ويوصل الكلام لابوها. منشان هيك لازم يسمعوا اهلها من المدرسه احسن ما يسمعوا من برا. روحي هلا على الصف يا ستي، واذا ما اجا ابوها أنا بروح لعنده وبفهمه شلون يتعامل معه ولا يهمك. إيه دخيلك يا أستاذ. خلص خلص أنا بحل الموضوع. شكرا كثير أستاذ. مصح 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 اللي عملتي هذا اللي صار. ما كان لازم يصير هيك يا هلا كنت معي ولا علي؟ ولك يا حبيبتي القصة ما هيك، القصة إنه المسألة رح تتعقد، وأنا قلت لك ألف مرة، ألف مرة قلت لك أبي يصير تدخني لا بالبيت ولا بالمدرسة. تعقب الدخان كثير. هلق شو العمل؟ أبي أعرف. أنا برأيي تكوني قوية وتخبري بيك بالحقيقة. شو؟ بالله بيشنقني. لكن شو بدك تسوي؟ خلص هلق بس يحلوا من المدرسة، بروح بحكي مع سعاد وبقول له إنه تشهد معي. أنا مالي موافق، هي ما قلك ها، على كل نعملي اللي بدك إياه. ولك هن دايما سلبي وما بيطلع منك شيء. وشو بدك يعني سوي؟ الغلط راكبك من راسيك لجرياتيك. طيب ماشي، بدك شيء؟ استني استني، ما اتفقنا شو بدك تسوي. خلاص مو مشكلة، أنا بعرف شو بدي سوي. لك نيرمي؟ لك نيرمي؟ نيرمي؟ لك ما كان فيك تصفقي كف ترين وسنينه. بالله يا بي قلت لحالي انه الاستاذ وعيب سبه او بهدله. استاذ والله انت العم بيو اللي جابوا لها الضيعه. والله بيستاهله، لكن مو عيب عليه يتحرش بطالبي عنده. وقال شو؟ بحجه مدخن. ولك هلا بدي دخن يا بي. هلا هلا بكون لساته بالمدرسه. ايه لسه بدهن ربع ساعه ليحلوا الطالبات. وعادي من بكره لازم تروح على المدرسه وتعطيه نصيبه. بكره؟ انا فيني عقلي انطر لبكره. بالله يا أمي أنا خايفة يقوم هالأستاذ النشح يقنعه لبي إنه بريء وأطلع قدام كين كذابة. لا أمي لا، هلق مو قدام البنات تهجم عليك. إي والله خلص بيك ما رح يسمع له قرد، ما كل البنات شافوه. شافوه؟ يا ابن الكلب ما تتحرش ببنتي، ما تتحرش ببنتي عادي بالذمي والاخلاق. والله تبدع في الارض وتضيعها كلها. هي ها فهمت؟ ولك طول بالك يا ابو عادل، طول بالك بدك رسله. لكيف ست بنتي عند زينك يا عدي بالذمي والاخلاق؟ خلص يا كلب لك عيب عليك تحكي معي بالطريقه. عيب رسله لك عيب. عيب ابو عادل. ابو عادل ابو عادل شو انت الوقت جني؟ جني؟ اي والله جني. ولك هالكلب يتعدى على بنتي، ولك يا اهل الضيعه هالكلب يتعدى على بنتي. ولك انت ايش عم تحكي يا ابو عادل؟ ايش عم تحكي؟ انا مسكت بنتك عم تدخن بالمدرسه وطلبت منها تجيبوا لي عمره. شوفوا له
هاي التمثيليات عم تمرق علي. لك ايه تمثيليات؟ الكلام اللي عم اقوله صار قدام البنات كلهم. لك كنت تحرش بالبنت بالفرصه تتغطي على عملتك لفت قصه الدخان يا كذاب يا ابن الكذاب. ولك احترم حالك احسن لك. ها يا عيب الشوم عليك، فكرك صرت واحد منهم، طلعت كذاب وشيطان. ولك خلصنا بقى يا ابو عادي، هذا الاستاذ باري. ولك هذا الاستاذ طز. خير 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 خير، شو صاير؟ الكلب يتحرش بنت نرمي؟ لا 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 يا استاذ فارس، بالله ما ردت منها مثل بنتك يا زلمي. شو يا استاذ فارس؟ شو بتقول؟ والله يا جماعه خبرتي طالبه انه بنتها عم تدخن بالحمامات، فتت على الصف ودبشتها لقيت معها علبه كبريت، سالتها وين الدخان؟ كذبت وقالت ما كانت عم تدخن. قلت لها روحي جيبي ولي عبرك. لك هذا اللي ظهر، هذا اللي ظهر. ولك انت عملت هيك تتغطي على تحرشك فيها بالفرصه؟ ولك انا بنتي عم تدخن. ولك حاجت علي صوتك وتطول وتهزر؟ فيك تسال كل البنات واللي خبرتني سيابتهم لأبو اسماعيل. لك روح وسألوها. وعادي انا بالعاده أبحكي باسرار الناس، بس الشغله متعلقه بالاستاذ فارس بدي احكي. شو بدك تحكي؟ بنتك ما تدخن. وكيف صار بيا؟ الحمد لله صار احسن. يعني ما يقوم وماشي حاله؟ ايه والله دخيل اسمه الرب قدر ولطف. يا سيدي الحمد لله على سلامته. بالله ضليت ادعي له خمس ايام. اشتقت لك. وانا طق قلبي حتى اشوفك. يا الله امتى رح اقدر اشوفك على راحتي وبدون خوف؟ وقت بتجي وبتخطبني. ايه علينا، يعني لسه خمس سنين. ولشو؟ بدي ادرس جامعة. ولشو بقى الجامعة؟ قرت شبك، معقولي ما كمل دراستي؟ هو ده لك هلا شو نفع لقري؟ هلق انت ما تحكي هالحكي. ايه هنا روح لاقي لك وظيفة واشتغل بالأرض. هلق بشرفيك بتتجوزي فلاح ولا مهندس؟ هنا أبهمني، بهمني نكون مع بعضنا بأسرع وقت. وهنا هذا اللي كاسر لي ظهري، بدي نتجوز وبدي كمل دراستي وحليها إذا بتحليها. طيب وشو الحل؟ لوقتها فراش، كيف تحضيريك؟ ايش الحال؟ برسب بالجغرافيا يمكن. وبالانجليزي والعربي؟ هلق بالانجليزي بجيب حد الكسر، وبالعربي منيح يا مهتم باحوالي. خلصنا بقى، قلت لك قصه بي ما خلتني اعرف الشرق من الغرب، وقصه بو بسام كمان. بعدين انت بتعرفي انا بهتم او لا. يعني بلا من كتر معناك مهتم بدك تروح وتتركني خمس سنين. والله لو الشغله بايدي ابي اتركك دقيقه وحده. عامل الله يخليك ما تتركني. ولك مجنوني انت، بترك عمري وابتركيك. طب لا تروح تقرا بالجامعه هلق، لا تشغلي بالك بالموضوع، قومي صار لازم تنزلي. ولا شو بقى؟ لازم تقرير الفحص. ولك حافظه كل المواد. بدك تنجحي، انا بحب الكسلانات. يلا طيب ماشي، بس ما تطول علي. ايه ما رح طول مثل العادي، بس بقدر شوفي رح انقف لك بحصه. بدك شيء؟ بدي تضل تحبني. ولك بحبك ورح ضل بحبك. شو بقول لك اياها بصوت عالي يعني؟ لا شو خلاص. لا بدي قولها. ولك بفيقوا العالم. هي مريقة أربعة أيام وعامر منه ما يطلع على الصبح. الله يساعده ويشفي له بيه. بتعرفي من كيف تقولي؟ هلا قزمات وحامل، يعني بصير البيت والأرض كلها اللي عامل. لك يخرب بيتك، موتيه للزلمة وردتيه كمان. يا ربي يا ربي شو أعمل معها الإنساني؟ أفي بقلبك رحمة؟ أفي شفقة؟ ولك ما مزح معك، شو حالك؟ ما تمزحي، لا والله منك ما تمزحي. إذا عرف عامر إنك ما تحكي هيك على بيي شو بدي أسوي فيك؟ ولك قلنا لك ما نمزح، العمى في عيونك العمى. ما تمزحي ولا ما تحكي جد. الله يشفيه لأبو عامر، والله إنه زلمي أكابر وأفي منه. أفي منه؟ شوف شو عندك فيك. طلع معقول هيك معلم؟ اي والله كانت ذبحتنا. كيفك يا ابو خليل؟
اهلا مشادي، تفضلي. شو سلام بس لابو خلي، مالك معبرتينا؟ شو حالها هذه مثل القرقة؟ الله يعينها مسكينة. باشي بكون شي فستان مو ضابطة مع قصته. ولك ريته إلا عن بي 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 اللي مسك المقص لها البقرة. شو بكرة شوربة؟ إيه والله شوربة شوربة. دكتور قال أفي الدسر. خلص يخلص. مسيكم بالخير. هلا بيي. خلصت قراي؟ اي بالله وحفظه كل دروسي. هلق بسرعه حفظتي. سمعي لي. ايه خليه يسمع لك رياضيات. شو زلتي؟ والله ما امزح معك. لا سامحك يا بيي. ما بعتني على المدرسه. قولوا ما نمزح. بعدين شو نفع المدرسه للي مثلي ومثلك؟ والله بسوي نص فرنك. اي بالله شو نفعه؟ خير ان شاء الله. اهلا اهلا خالتي امشادي. الله يصبحك بالخير. اهلا اهلا اهلا. كيفك حبيبي يا ابو عوين؟ كيفك حبيبي؟ لك معقول انت يا زلمه؟ ليش جيت هلق؟ شو ما عجبتك شوفتي؟ لا يا ابو عامر لا، بس انت لازم ترتاح اكثر من هيك يا خي. لا والله القادم البيت بتوقتيني. بعدين ليك صحتي على العال. يبحظي فقدنا لك كل